ميم انت قدها زيدان اقبال. اليوم الفوز منك الريده. ايمن رايد يهمك. ايمن ايمن بيضت وجهه في كل اللعبات، ان شاء الله اليوم هم يتبيض وجهه. باش الريده عنده جول. زيدان اقبال يو ار ذا بيست. ايمن حسين ولي. ها ايمن حسين. ايمن حسين امين ان شاء الله 100 جول منك اليوم. ايمن حسين على الله وعليك ان شاء الله. باي باي شب رقبتك ويا ميمي هدف لنا اليوم على الارض الخلف. حياكم الله وان شاء الله الفوز عراقي. ايمن حسين الهداف السفاح ان شاء الله الله يده منك. انت على اليابان قولت اثنين والاردن سهله، خلي ببالك الاردن سهله وان شاء الله الهاتريك ننتظره منك يا هداف البطوله. وان شاء الله زيدان اقبال المايسترو اليوم يدللك دلال. جينا من بغداد اليوم للدوحه ونتمنى ايمن حسين يسجل ويفرحنا اليوم والله يوفق المنتخب. امير العماري اليوم ما حد يعبرك. ابن البصره احمد يحيى بالتوفيق، كل الاحترام والتقدير لك يا بطل. ابو طبر ايمن حسين اليوم ما نرضى الا هاتريك، ثلاثه اليوم ثلاثه. سعد ناطق اليوم اريدك صبر بالدفاع، يعني شنو صبر يعني تقبلها تقبلها رسمي. ان شاء الله اليوم يفوز العراق، ان شاء الله الكاس للعراق يرجع ويا الكاس ان شاء الله. ان شاء الله يفوز كاس ان شاء الله، ان شاء الله 2-0 ان شاء الله يفوز عراق ان شاء الله. ايمن اريد جول من عندك. ان شاء الله انتم قدها كلكم ابطال. امير اليوم اريدك تحرق الوسط ان شاء الله. وان شاء الله الفوز. فهيم بايش انت بطل وانت قدها، انت صانع العاب محترف. حبيبي ايمن انت قدها وانت بطل ومتمدين عليك وان شاء الله الفوز نحصله وتبقى اللاعب الاول، بالتوفيق ان شاء الله. ايمن العهد عليك ان شاء الله تحقق النقاط الكامله. مهند good luck. اسمه مين؟ انا وياك علي حمادي all the way from Wimbledon as winner. زيدان حبيبي اليوم كلنا وراك ان شاء الله واتقدها وقدود. اليوم يومك ميمي ان شاء الله. اليوم يومك حبيبي علي جاسم، ان شاء الله كل التوفيق وسواس بالرافدين. علي جاسم يريد اليوم منك جول، تسعى الدفاع الاردن سهل. الاخ احمد. ايمن ما اوصيك يا ايمن، اليوم المباراه نريدها منك، نريد تنهيها بكله من عندك. جبارك ايمن جبارك ايمن. زيدان اقبال ان شاء الله اليوم جول يفوز ان شاء الله على ان شاء الله العراق فايز ان شاء الله 3-1 بحيل الله. From the United Kingdom, the UK, and we're here to support Iraq today. We have a big Iraqi community in the UK, very good hard working people, and we hope Iraq wins. عمار حركاتك فيكاتك تكاتك شو مالت اليابان؟ يوسف الامين انت بعد بكيفك ظلت يمك. بالنسبة لنا بما انه احنا من صلاح الدين. ايمن حسين. همتنا كل اللواعب وان شاء الله يا رب تفوزون وفوز حليفكم اليوم. بايش يلا. بالنسبة لي بايش. علي جاسم حبيبي كابتن الله يساعدك، نريدك اليوم تمرغرهم للاردن مثل ما سويت باليابان. اوكي؟ يلا حبيبي موفق موفق.